لو سمحتوا الموبايلات سايلنت، واللي بيخاف يروح. انا لما كنت صغير كنت بخاف، كنت بتكل على الله واروح، واترميت 20 سنة زي الكلب في الصحراء لحد ما بقيت ساحر تخين يعتمد عليه زي ما انتوا شايفين كده. 20 سنة في الصحراء عشان تبقى ساحر؟ ايوه. كويس انك ما ترميتش 20 سنة في الغابة. ليه؟ كنت هتبقى غبي. شكرا يا حاج ابو العلا. ايه ده؟ عارف ان انا ابو العيني؟ ايوه يا ساحر يا عيال. ايوه ساحر بجد. ركزوا معايا يا جماعه في اللعبة اللي جايه دي. سخن لي الدنيا، ما تبقاش متنبل كده. ها سخن الدنيا. اللعبه دي اسمها سسبنس. يلا. اللعبه دي اسمها الكره المخفيه. الكره اللي ظاهره قدامكم دي يا جماعه وكلنا شايفينها دلوقتي، في ثانيه هتكون مختفيه ومش هتشوفوها. ركزوا معايا. تمبل. الكره في بقك. لا ده درسي. لا والله ما درسك، دي كوره. ده درسي بيوجعني والله. الكره هي، انا شايفها الكره هي يا جماعه. ايه ايه، ما طلعها من بقه. يا للسناحه اللي انت فيها دي. انت سنيح يالا؟ ايوه. شغال معاه ولا معاهم يا؟ ركز معايا هنا بدل ما اوقفك جنبيهم. خلاص.